أول ظهور للأميرة للا سلمى تستمتع بوقتها في مدينة أصيلة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قيل إنه للأميرة للا سلمى تم تصويره اليوم الثلاثاء خلال قيامها بزيارة خاصة إلى مدينة أصيلة. ويظهر الفيديو الذي لقى تجاوبا كبيرا من طرف رواد العالم الأزرق خصوصا في ظل كثرة القيل والقال الأميرة للا سلمى وهي تستمتع بوقتها خلال زيارة خاصة قامت بها بمعية بعض مقربيها إلى برج القريقية التاريخية الذي شيد في القرن الخامس عشر الميلادي في مدينة أصيلة شمال المغرب وفق ما نشره الإعلامي محمد وموسي.